ما حكم من يجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة عمدا في المغرب والعشاء والفجر؟ لا حرج عليه، لكن تركه أفضل. السنة والأفضل أن لا يجهر، ومن جهر فلا شيء عليه. إذا فعل ذلك عن اجتهاد أو تقليد لمن يستعمل من العلم فلا شيء عليه، لكن لو خالف الأفضل خالف السنة المعروفة المستفيضة فالأفضل له والأولى به أن لا يجهر بالبسملة، لأن الثابت عن رسول الله وعن الصاحبين صديق عمر وعن عثمان أيضا عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وقد ضربنا مع الصحابة وأبي هريرة جهر بها وغيره، ومن جهر فلا حرج، ولكن ترك أفضل وترك ما هو الأولى والذي ينبغي. نعم.